الفلوس بقت كل حاجة يا سيد. بقى طول عمرها كل حاجة. احنا لو ما كناش عملنا كده كنا هنروح كلنا في 60 داهية. دلوقتي انت مسؤول المسؤولية كاملة عن الفيلم ده. ضعت يا حبيبتي. ضعت! خروج عن النص مشهد واحد تاني مرة. كلكم ارتكبتوا الجريمة. كلكم تستاهلوا الموت. هيقتلها. صدقيني هيقتلها. فارس دلوقتي ما بيفكرش غير في نفسه بس. الدور جاي على مين يا فارس؟ في ناس كتير بتموت كل يوم. تقول كلام في محله وتقول حله وحله. مين دول يا سيد؟ دول وفد جاي لنا زيارة من برنامج صبايا الخير. هو بقك في تعمل كلام زي ده؟ وحسين لك الفيديو ده ما ظهرش. الواد اللي اتضبط ده لازم ينزل. مش لازم يشوف الدنيا. أحلى حاجة في الشغل ظبط الشغل. عشان انت عايش مين؟ انتوا دايما بتلعبوها خارصه. انا اللي اخير. عقبال المشهد الاخير. مشهد واحد. مشهد واحد متحقق حلمنا. لا لا انا عايزك تطمن خالص يا مملكه. بعون الله فيلمك هيجيب ايرادات اعلى من السفر. مفيش خروج على النص. مفيش خروج على النص.